بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله منهج الرياضيات للصف الثالث الاعدادي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الاول، العام الدراسي 2017-2018. معاكم ناصر سالم. نحن شغالين في الوحدة الاولى، وحدة العلاقات والدوال، وحدة ظريفة وخفيفة جدا جدا جدا، وده الدرس رقم 3 اللي بنطلق عليه الدالة، وساعات بنسمي الدالة التطبيق. كلمة الدالة ساعات بنطلق عليها ايه؟ التطبيق، ولكن الاستخدام الاشهر واللي دايما بتستخدمه، بنستخدمش كلمة التطبيق دي خالص، بنستخدم كلمة الايه؟ الدالة. بنستخدم كلمة الدالة. يعني ايه دالة بقى؟ يقال هي علاقة. الاول يقال علاقة من المجموعة سين الى مجموعة صاد انها دالة اذا تحقق شرطين. الشرط الاول، كل عنصر في سين له صورة في صاد. يبقى ده الشرط الاول. يعني يبقى كل عنصر يعني ما فيش عنصر واحد ما لهش صورة. كل عنصر في سين له صورة في صاد. يعني ايه له صورة في صاد؟ انا لو عندي سين هيد وعندي صاد هيد، وادي عندي عناصر سين ديت وادي عناصر صاد، يبقى لازم كل عنصر من سين خارج منه سهم الى صاد. يبقى كل عنصر خارج منه سهم. دي الشرط الاولاني. الشرط الثاني، ان الصورة وحيدة. ان الصورة وحيدة يعني ايه وحيد؟ يعني كل عنصر خارج منه سهم واحد فقط لصاد. يبقى كل عنصر خارج منه سهم واحد فقط لصاد. يبقى كل عنصر من سين يظهر كمسقط اول مرة واحدة. مرة واحدة يعني سهم واحد في احد الازواج المرتبة المحددة او المحددة لبيان عين. برمز للدالة بالرمز دال كده. يبقى دال بقول ايه؟ دال من سين الى صاد. دالة من سين الى صاد، ويرمز للدالة باحد الرموز بقى، دال او قاف او ر او اي اسم بالحروف الكبيرة. والدالة دال من المجموعة سين الى المجموعة صاد تكتب رياضيا دال سين الى صاد، وتكتب كده دال سين يساوي صاد. ممكن اكتبها رياضيا بالشكل ده، دال سين يساوي صاد، دال سين يساوي صاد. اذا كانت دالة من المجموعة سين الى نفسها، نقول ان دالة على نفسها. اذا كان الزوج المرتب سين وصاد ينتمي لبيان الدالة، فان العنصر صاد ده صورة العنصر سين، صورة العنصر سين بالدالة او باستخدام الدالة دال، ونعبر عنه باحدى الطريقتين. دال من سين الى صاد، وتقرأ دال ترسم سين الى صاد، او ان الدال سين تساوي صاد. دال سين تساوي صاد. اه دال سين تساوي الصاد. بقول ان ايه؟ ان الصاد صورة السين باستخدام الدالة دال. طيب ناخد مثال بقى. بيقول لي اذا كانت دالة على سين، يعني على المجموعة نفسها، حيث سين تساوي 3 و4 و5 و6، وكان دال 3 يساوي 3 ودال 4 يساوي 5 ودال 5 يساوي 4 ودال 6 يساوي 5. مثل بمخطط سهمي واخر بياني واكتب بيانها. يبقى نكتب احنا بيان الدال. يبقى الدال هيساوي، نكتب بيان الدال اهوت كازواج مرتبه. يبقى انا عندي ايه؟ الثلاثه صورتها ثلاثة، يبقى ثلاثة وثلاثة. والاربعه صورتها خمسة، والخمسه صورتها اربعه، تمام. والسته صورتها خمسة، مظبوط كده؟ مظبوط. يبقى انا عايز امثلها بمخطط سهمي، بمخطط سهمي تلم مجموعة واحدة احط العناصر هي. يبقى ادي التلاتة وادي الاربعة وادي الخمسة وادي الستة، احطهم جنب بعض كده. التلاتة مع مين؟ ده التلاتة مع تلاتة، يبقى التلاتة مع نفسها واحط سهم كده. الاربعة مع الخمسة، ادي الاربعة مع الخمسة، ادي الاربعة مع الخمسة واحط سهم. طيب الخمسة مع الأربعة مع الخمسة، الخمسة مع الأربعة، يبقى الخمسة مع الأربعة ترجعها تاني سهم تاني، مفيش مشكلة، أو تحط سهم في على نفس السهم بس في اتجاه المعاكس. الستة مع الخمسة، آدي الستة مع الخمسة. خلاص يبقى ده المخطط السهمي، المخطط البياني. هل دي دالة؟
ما انت هنا شايف، انت هنا التلاتة مع التلاتة والاربعة مع الخمسة والخمسة مع الاربعة، هل في التلاتة ديت اتكررت او الاربعة اتكررت او الخمسة اتكررت او الستة؟ لا. طيب هل في عنصر من سين ده مش موجود في المسقط الاولاني؟ لا، التلاتة موجودة والاربعة موجودة والخمسة موجودة والستة موجودة، يبقى دي بسميها ايه؟ بسميها دالة. طيب عايز ارسمها بمخطط بياني، ادي التلاتة وادي الاربعة وادي الخمسة وادي الستة على نفسها، يعني تلاتة وادي اربعة وادي خمسة وادي ستة. نرسم الجدول. طيب هنا تلاتة وكام؟ تلاتة مع التلاتة، ادي التلاتة مع التلاتة. اربعة مع الخمسة، ادي الاربعة مع الخمسة. خمسة مع الاربعة، ادي الخمسة مع الاربعة. الستة مع الخمسة، ادي الستة. خمسة مع الاربعة، معلش ديت الستة مع الخمسة. بشوف لما عايز اشوف دي دالة ولا لا، بشوف الايه؟ الخطوط الرأسية، هل في نقطتين فوق بعض؟ لا، يبقى هنا دي نقطة واحدة، دي نقطة واحدة، دي نقطة واحدة، دي نقطة واحدة، دي أول حاجة. هل في خطوط رأسية معلهاش نقاط؟ لا، يبقى دي دالة على طول. يبقى دول الشرطين، الشرطين إن إيه؟ إن الخطوط الرأسية دي ما يبقاش عليها إلا نقطة، والنقطة تكون واحدة فقط، والنقطة تكون واحدة فقط. ناخد مثال كمان، بيقول إذا كانت س واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فأي من المخططات السهمية تعبر عن دالة على المجموعة س؟ واي من المخططات البيانيه الاتيه تعبر عن داله من س الى س؟ هنا بشوف الخطوط الرأسية، ادي خط اهوت عنده عنصر واحد وادي عنصر واحد وده عنصرين، يبقى دي ليست داله على طول. انت مقمم ده عنصر واحد وده عنصر واحد وده عنصر واحد وده عنصر واحد وده عنصر واحد، يبقى ده داله، ده عنصر واحد وده عنصر واحد، ده ملوش، يبقى دي ليست دالة على طول، يبقى ليست دالة على طول، يبقى انت مغمض ليست دالة. طب نشوف هنا، ادي العناصر كلها، ادي واحد رايح لمين؟ للاربعة، ماشي. طيب والاتنين للاربعة، مفيش مشكلة، الاتنين طلع منه عنصر سهم واحد، بس الاتنين طلع للتلاتة تاني، يبقى الاتنين خرج منه سهمين، يبقى ليست دالة على طول. هنا الواحد رايح للتلاتة، طيب والاتنين للأربعة، طيب والتلاتة للواحد، طيب والأربعة للواحد، يبقى كل واحدة خرج منها سهم واحد فقط، وكل العناصر خرج منها أسهم، يبقى دي دالة على طول. طب واحد يقول لي التلاتة أو الأربعة حتى خارج منها سهم وجاي لها سهم، مش مشكلة، مش مشكلة خالص. طيب هنا ادي الواحد خارج منها سهم هيت، ماشي، وخارج منها سهم تاني على طول، يبقى ليست دالة، يبقى ليست دالة، يبقى العنصر خرج منه سهمين يبقى ليست دالة، عنصر ما خرجش منه اسهم يبقى ليست دالة. في الدالة بقى عندي حاجة اسمها المجال، وعندي حاجة اسمها المجال المقابل، وعندي حاجة اسمها المدى. المجموعة س كلها ديت بسميها المجال، والمجموعة ص كلها كاملة بسميها المجال المقابل، والصور، الصور اللي هي كل عنصر ليه صورة، الثلاثة والخمسة والسبعة بسميهم الايه؟ المدى. يبقى س كلها بالكامل بعناصرها بسميها المجال، صاد بالكامل بسميها المجال المقابل، الصور بسميها المدى، الصور بسميها الايه؟ المدى. واضحة ديت؟ سهلة جدا وما فيهاش أي مشكلة. ناخد مثال، بيقول إذا كانت س تساوي 2 و3 و4 وص، هاي نكتب أدي س تساوي 2 و3 و4، تمام، والصاد تساوي ص تنتمي لط وص بين الاثنين، يعني 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، لان اقل من 9 من الاثنين معايا يسامي، يساوي يبقى 2 و3 و4 لحد ال 8، مظبوط، حيث ط مجموعة الأعداد الطبيعية، وكانت عين علاقة من س إلى ص، حيث عين من أ إلى باء تعني أن أ نص باء، أ نص باء، يبقى أنا آخد الباء
معايا الباقي اللي موجودة في السين دي واضربها في نص واشوف هيدينا الف ولا لا، او اضرب الالف في اتنين واشوف هيدينا باء ولا لا. يبقى اضرب الالف في اتنين افضل، ماشي. يبقى ادي الالف اللي هي تنتمي للسين ديت، يبقى انا هاخد بيان عين يساوي، اخد الاتنين اضربها في اتنين يدينا اربعة، موجود الاربعة ايوه، يبقى اتنين واربعة. اضرب الالف هنا اللي هو التلاتة في اتنين هيديني ستة، موجود الستة اه، يبقى تلاتة وستة. ما هي الالف نص بقى، اهي الالف نص بقى صح. طيب واضرب الاربعة في اتنين بتمانية، التمانية موجودة يبقى اربعة وتمانية. ده بيان العلاقة، ده بيان العلاقة. نمثل بقى البيان العلاقة ده بمخطط سهمي، نمثلها بمخطط سهمي. يبقى ادي السين وادي الصاد. السين عبارة عن ايه؟ اتنين وتلاتة واربعة. الصاد عبارة عن، نكتب بقى العناصر، ادي اتنين، ادي اتنين معلش، وهنا تلاتة، هنا اربعة، هنا خمسة، هنا ستة، هنا سبعة، هنا تمانية. ادي بيان العلاقة. البيان اللي ادي الصاد، بيان العلاقة بقى اتنين واربعة، ادي اتنين واربعة تمام. تلاتة وستة، ادي تلاتة وستة. اربعة وتمانية، ادي اربعة وتمانية. هل دي دالة؟ العلاقة دالة. ليه؟ لأن كل عنصر في س خرج منه سهم، والسهم واحد فقط، والسهم واحد، يبقى العلاقة تمثل دالة. العلاقة تمثل دالة. مثلتها بمخطط سهمي. عايز المدى، المدى. طيب نجيب المجال بقى، نكتب له، هو مش طالبه بس انا اجيبه عشان ايه كمثال كده. يبقى المجال هيساوي كام؟ اتنين وتلاتة واربعة. المجال اللي هو س. المجال المقابل اللي هو الصاد، اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية. ده المجال المقابل. المدى اللي هو طالبه، اللي هو الصور، الصور اللي هي كام؟ اللي هنا ممكن تاخدها من هنا اربعة وستة وتمانية. يبقى اروح كاتبها في مجموعة اربعة وستة وتمانية، اللي هو المدى. المدى واضح كده ولا ايه؟ ولا الموضوع صعب؟ الموضوع في منتهى السهولة ومنتهى البساطة. يعني اسمع، ما فهمتش عيد الفيديو مرة تانية، ما فهمتش عيد الفيديو مرة تالتة، ووقف الفيديو وحل المثال اللي انا بحله. بيقول إذا كانت س تساوي 0 و1 و3 و ص تساوي 1 و2 و3 و4 و5 و7 د من س إلى ص، حيث د س تساوي 5 ناقص الس. أوجد صور عناصر س بالدالة س. معايا؟ خلاص. يبقى أنا إيه؟ دي سميها أي حاجة، سميها ص مثلا ولا ص، بحيث إنها تنتمي لس، لص هنا دي. يبقى خمسة وأعوض عن السين بصفر، يعني هنا أهو لما السين تساوي صفر الدال سين اللي هي الصاد هيساوي كام؟ شيل السين وحط صفر، يبقى خمسة ناقص صفر يديني خمسة تمام. طيب لما السين هتساوي واحد يبقى الدال سين اللي هي الصاد هتساوي خمسة ناقص واحد يدينا كام؟ أربعة. لما السين تساوي تلاتة يبقى الدال سين هتساوي اللي هي صاد هتساوي خمسة ناقص تلاتة يدينا كام؟ اتنين. هل الخمسة والأربعة والاتنين موجودين هنا؟ أدي خمسة وأربعة واتنين مظبوط. يبقى بيان العلاقة بقى، أو بيان الدالة. يبقى الدالة هيساوي، افتح القوس، هيبقى كام؟ صفر وخمسة وواحد واربعة وتلاتة واتنين. هو قايل لي انها دالة اصلا من الاول. اوجد صور عناصر س. جبنا صور عناصر س اهيت. يبقى تقول له مثلا، يبقى صور عناصر س تساوي، اكتبها له في مجموعة كده اللي هي خمسة واربعة واتنين. ارسم مخطط بياني للدالة. نرسم بقى المخطط البياني العادي خالص. ادي صفر وادي واحد وادي تلاتة. هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبعة تمام. ارسم الجدول بتاعي، طالما قايل مخطط بياني يبقى نرسم الجدول بتاعنا. ادي الخط
الرأسي هنا ايه؟ قلنا الصفر مع الخمسة، الصفر مع الخمسة، ادي الصفر مع الخمسة، الواحد مع الاربعة، ادي الواحد مع الاربعة، التلاتة مع الايه؟ التلاتة مع الاتنين. يبقى ده التمثيل مخطط البياني للدالة دال، تمثيل المخطط البياني للدالة دال. ولذا كانت س تساوي 3 و4 و5 وص تساوي 4 و5 و6، اذكر اي العلاقات التاليه داله من س الى ص ولماذا؟ عين واحد 3 مع 4 ماشي، يبقى اخذت 3، 4 مع ال5 ماشي، انما ال5 فين صورتها؟ مفيش، يبقى ليست داله. ليه؟ لان العنصر 5 ينتمي الى س، ينتمي الى س، ليس له صوره في ص. اكتب له الكلام ده، اكتب له الكلام ده، خلاص. طيب عين 2 3 مع الاربعه مظبوط، التلاته مع الخمسه خلاص يبقى ليست داله. ليه؟ لان التلاته اتكررت، يبقى ليست داله لان العنصر 3 له اكثر من صوره في صاد، له اكثر من صوره في صاد. هنا التلاته مع الاربعه ماشي، يبقى خدنا التلاته، الاربعه مع الاربعه مظبوط، الخمسه مع السته، كل العناصر اتاخدت، ايوه، هل في عناصر متكرره؟ يبقى دي بسميها ايه؟ بسميها داله، يبقى دي الداله. واضحه كده؟ درس ايضا بسيط وسهل وجميل جدا، ركز فيه، عيد الفيديو لو مش فاهم اي حاجة، سرحت وانت بتاع، عيد الفيديو مرة تانية، مرة واثنين وثلاثة، لحد ما تفهم. وانت بتعيد الفيديو ماسك ورقتك وقلمك وبتكتب ورايا المسألة اللي انا بحله، اسمعه وبعدين حله انت، اسمعه وبعدين حله انت، معرفتش تحله اسمعه تاني وبعدين حله انت، لحد ما اما تستوعب الموضوع. اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.